السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بيكم في قناتي قناة مطبخ روزي. فضلا يا جماعة اللي أول مرة يزورنا في القناة ما ينساش يعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصله كل جديد. وحشتوني جدا جدا من الحلقة اللي فاتت، يا رب تكونوا بخير. احنا النهاردة ان شاء الله هنحمص اللب في البيت بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وشايفة هو بيتكسر خالص ومتحمص بطريقة ممتازة جدا ومن غير اي الوان صناعية ولا ملح ليمون ولا اي حاجة ممكن تأذيكي انت وولادك. هتعمليه بطريقة سهلة جدا ان شاء الله وبسيطة. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف معانا ايه. معايا اول حاجة نص كيلو من اللب الني. اللب ده بيتشرى كده ني زي ما هو. لو هو في المحمصة بيتباع متحمص بتمانين جنيه او ستين جنيه الكيلو، يبقى ني كده الكيلو بتلاتين جنيه بنص التمن وممكن اقل كمان. خلاص باخده بغسله مرة واتنين وتلاتة تحت المية لغاية ما يبقى معايا بالشكل ده. بحطه في مي في مصفى كده وبغسله كويس جدا عشان اتخلص من كل الاتربة اللي جواه. كل نص كيلو من اللب بياخد نص كيلو من المية. خلاص بالشكل ده تمام. وبضيف له معلقة كبيرة من الملح، ادوبها كويس. وكمان بضيف معلقة كبيرة من الخل. الخل بيبيض لونه جدا، بيفتحه كده معايا وبيديني المزازة كده اللي هي بتاعت الملح الليمون، فاهمة؟ معلقة بس كده. بغطي عليه وبسيبه على نار عالية. اول ما بيغلي بوطي عليه خالص وبسيبه على نار واطية لغاية ما يشرب كل المية اللي جواه، وببقى عيني عليه عشان ما يتحرقش مني. خلاص من وقت التاني بقلبه. هنا بقى خلاص هو شرب المية بتاعته، شايفين ما فيهوش مية خالص بالشكل ده تمام. اقلب بقى فيه. هنا بقى الخطوة اهم حاجة ان هو اول ما بيشرب المية ايدي بقى شغالة فيه على طول، ما سيبهوش نهائي خلاص عشان ما يتحرقش. بعد كده بضيف له معلقة كبيرة من الملح وبقلبه كويس. هنا الملح بيخلي اللب بتاعي يفك معايا وكل اللب لباية تسيب التانية، فكله يتحمص سوى واحد. خلاص نقلب كويس جدا. هنا بقى الصينية بتاعتي اللب بينزل مواد كده بني، حاجة بنية كده، والملح برضو بينزل حاجات بيضة. فلو انا سبت اللب في الصينية دي يستوي فيها زي ما هو، اللب هياخد من الالوان الحاجات الوحشة اللي في الصينية، وهيبقى اللباية بتاعتي مسبوغة كده ولونها وحش. لكن هنا انا هغير الصينية عشان اخد لباية بيضة خالص. خلاص شايفين الصينية عاملة ازاي؟ لا انا هغيرها بقى في صينية تانية كده. هنزل باللب كله. بالشكل ده. نزل كل حاجة في الصينية بتاعتي. شايفين الصينية عاملة ازاي؟ شايفين لونها؟ كانت هتبوظ لي اللباية بتاعتي خالص وتخلي لونها بني كده. خلاص نقلب بقى كويس جدا. وهنا انا هضيف تاني ربع معلقة من الملح. هتقولي لي ايه كل الملح اللي بتحطيه ده، هو كده هيبقى مالح؟ لا خالص مش هيبقى مالح. اللب بياخد كفايته بس من الملح والباقي بيطرده، يعني بينزل كده معاكي في الصينية. هنا الملح بس بيخلي اللب يبقى ما يلزقش في بعضه. خلاص افضل اقلب فيه ايدي فيه على طول بصفة مستمرة لغاية ما يتحول كله معايا للون الابيض. خلاص بالشكل ده. شايفين لونه جميل ازاي؟ اقلب برضو عشان فيه بعض اللباية لسه ملونتش. افضل هقلب ما سيبهوش خالص خالص. شايفين الصينية بتاعتي نظيفة ازاي؟ عشان كده اللباية نظيفة. لو سبته بقى في الصينية التانية كانت هتبقى اللباية لونها بني غامق كده، مش نضيف خالص. هنا بقى انا
بعرف ازاي ان اللاب، شايفين الملح؟ شايفين، هوريكي كمان الملح باكتر من كده دلوقتي. شايفين لونه ابيض ازاي؟ ما شاء الله عليه. شايفين بقى الملح اللي انا حطيته؟ هو لسه موجود في الصينية، هو بس بيساعد لي، بيساعد على ان اللب ما يلزقش في بعضه. خلاص بعرف ازاي ان اللب بتاعي استوى. باخد لبيتين كده وانا شغالة، اول ما يبيض كده واحطهم على الرخامة، اول ما بيبيضوا خالص معايا، اول ما بيبردوا قصدي خالص معايا، باكلهم بلاقيهم ناشف في بقي. خلاص هو كده استوى، انا كده هطفي عليه. خلاص ده اللب بتاعي، شايفين نكسره مع بعض، ناشف جدا، بيتكسر خالص. شايفين ازاي هو بيتكسر؟ ناشف جدا جدا، ونتيجته في منتهى الجمال. يا ريت لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في وصفة جديدة، والسلام عليكم.